الرفق في كل شيء هو خير حتى في العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، في أي شيء، لأن شيء نكرة في سياق النفي فتعم، ولا ينزع من شيء إلا شانه. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وإذا قال عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لو نظرنا إلى هذه الآيات القصيرة وتأملنا فيها لوجدنا الطريقة السوية الصحيحة التي بيّن عز وجل فيها كيف يسلك الإنسان طلب العلم. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ومع ذلك أنت محتاج إلى من؟ إلى ربك عز وجل. ما الذي بعدها؟ وقل ربي زدني علما. أنت محتاج حتى مع جهدك، لو كنت تجتهد في طلب العلم أنا الليل وأطرف النهار، فأنت محتاج إلى اللجوء إلى الله عز وجل. فهي دعوة لنفسي أولا، ثم لكم، بأن الإنسان لا يستعجل، ولا سيما في قراءة القرآن. ولذا ابن عباس رضي الله عنه، من هو؟ حبر الأمة، ترجمان القرآن، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه التأويل عن التفسير، ومع ذلك يقول: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. هذا ابن عباس رضي الله عنهما. ابن مسعود الذي يقول: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لأتيت إليه. وماذا كان يقول؟ يقول: لا تهذوا هذا القرآن حذ الشعر، ولا تنذروه نثر الثقل، وقفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع.